حياكم الله عشاق التاريخ، المعلومات الغريبة، ما وراء الكواليس. هذه الحلقة لكم يا المحنكين، لأن هذه الحلقة عبارة عن نسخة وقصة. راح أخذكم نسخ كأس العالم بالتدريج، وكل نسخة نقول معلومات غير مألوفة، قصة غريبة، حدث لا يمكن تصديقه. فلا تنسونا أول شيء من السبسكرايب واللايك والشير، توكلنا على رب العالمين. سيدوف ثلاث أندية مختلفة. النسخة الأولى كانت في عام 1930، عطوا الاستضافة حق الأوروغواي. الأوروغواي قالت احنا بننافس حاتم الطائي بالكرم، وقالوا حق كل المنتخبات حياكم الله تعالوا شاركوا من دون تصفيات، الدعوة عامة، اللي يبي يشارك ترى احنا راح نتكفل بالمصاريف بالفنادق بالمكافآت وكل شيء. انجلترا رفضت، قالت لا ما راح نشارك لان كاس العالم الفكرة ما طلعت من لندن، ما نبي نشارك. القصة الغريبة ان في المباراة النهائية ما بين الأوروغواي والأرجنتين كل منتخب حب يلعب بالكرة الخاصة فيه، فالفيفا اصدر قرار ان كل شوط المنتخب يلعب بالكرة الخاصة فيه، وبالنهاية الأوروغواي فازت بالنهائي. كأس العالم 1934 الاستضافة كانت عند إيطاليا. إيطاليا وقتها كان يحكمها الدكتاتور موسوليني، فكان في حالة من الرعب والظلم. لعبوا مع النمسا، أسطورة النمسا جوزيف بيكان اللي يعتبر واحد من هدافينهم وأساطيرهم يقسم وهو على فراش الموت، يقول أن موسوليني أعطى رشوة حق الحكم السويدي إيفان إكلند، وعلى فكرة هذا الحكم نفسه حكم المباراة النهائية وإيطاليا فازت باللقب. في عام 1938 نسخة لاستضافتها فرنسا. المعلومة الغريبة أن الأوروغواي المكسيك والأرجنتين رفضوا المشاركة، قالوا لحظة النسخة الأولى بالأوروغواي النسخة الثانية بإيطاليا، ليش أوروبا تأخذ النسخة اللي بعدها؟ المفروض يصير بالتناوب، فما شاركوا. أمر الغريب أن في دولة مشاركة اسمها جزر الهند الشرقية الهولندية. هذيل منو؟ هذيل مستعمرة هولندية حاليا اسمها أندونيسيا. فالاتحاد الأندونيسي يقول احنا أول دولة آسيوية شاركنا في كأس العالم 1938، لعبنا مباراة واحدة وخسرنا 6-0. طبعا توقف نسخ كأس العالم وانتقلنا إلى عام 1950 اللي استضافتها البرازيل. البرازيل قدمت تحفة للعالم، شيء نادر، شيء خاص، ملعب الماراكانا، وجمهور المنتخب البرازيلي كان مجهز ان هذه البطولة لنا راح نحتفل فيها، عندنا جيل قوي. وبالفعل البرازيل وصلت للمباراة النهائية. عندهم حارس كان يلقبونه بالعنكبوت اسمه باربوزا اسمراني، يعتبر من افضل حراس العالم، طفرة جيله يعتبر. لعبوا مع الأوروغواي، والبرازيل وقتها البطولة كانت تلعب بمسألة النقاط، فكان يحتاجون التعادل او الفوز ويفوزون بكاس العالم، فالمسألة كانت سهلة يعني. وبالشوط الثاني تقدموا 1-0. المصيبة ان الأوروغواي حطوا هدفين لدرجة ان ملعب الماراكانا لو تحط فيه إبرة تسمع صوتها من كثر ما الجمهور صار كأنهم أشباح أموات. والخطأ من الحارس باربوزا. باربوزا يقول تعرض للتنمر والاضطهاد واضطريت اني اغادر البرازيل 50 سنة. باربوزا يقول حكم الاعدام خلاص لحظة وتموت فيها، او السجن المؤبد 30 سنة. الشعب البرازيلي حكم عليه 50 سنة من الاضطهاد عشان مباراة كرة قدم. المعلومة الغريبة ان صاحب الهدف، هدف الفوز للأوروغواي اسمه أليسيدس جيجيا. المباراة النهائية كانت في تاريخ 16 يوليو. متى توفى اللاعب؟ 16 يوليو 2015، يعني يبي يذكرهم بحياته وبمماته. النسخة اللي بعدها في عام 1954 ما كان في كلام في العالم الا عن المجر، سحرة المجر. عندهم لاعب مثل بوشكش هداف بالفطرة، كأني أقول لك إنه هو كريستيانو رونالدو النسخة القديمة. فالمجر قبل البطولة يلعبون مع إنجلترا يفوزون 6-3، يلعبون بالمجموعات كأس العالم ضد كوريا 9-0، لعبوا مع ألمانيا 8-3. لكن المشكلة كانت في مباراة ألمانيا، ألمانيا عندها مدافع اسمه لايبرش، فيرنر لايبرش، طول المباراة وهو يتدخل على أنكل بوشكش اللي هو الكاحل، ضرب لما أصيب بوشكش والأطباء قالوا هذا ما راح يلعب حتى لو نوصل النهائي، فكان في معضلة. بوشكش سووا له معجزة والأطباء عالجوه وقدر يلعب المباراة النهائية. يقال أن بوشكش كان عنده غيرة من أفضل جناحين عند المنتخب المجري عشان ما ياخذوا منه الأضواء، وقال حق المدرب جوستاف سيبس هذين ما بيهم يلعبون المباراة النهائية وأنا خلصت لك إياها. والمجر تتقدم 2-0 وبوشكش يسجل، لكن ألمانيا رجعوا 2-2. بين الشوطين رئيس الوزراء المجري دخل وقال حق المدرب هذيل الجناحين لازم يدخلون بالشوط الثاني، خلاص ما نقدر نراضي بوشكش على حساب الفريق. لكن بالنهايه المانيا فازت 3-2 بيرومونتادا عظيمه
سموها معجزة بيرن، وطلعت مقولة المستحيل ليس ألماني. في النسخة اللي بعدها في عام 1958 البرازيل قررت تغيير التاريخ. عندهم مدرب اسمه فيسنتي فيولا، هذا عبارة عن طبيب أسنان، طبيب نفسي وعبقري تكتيكيا. الطاقم اللي حوالينا غالبيتهم كلهم دكاترة من الجانب النفسي. استعان بشخص اسمه جواو كافاليس يدرس عقلية اللاعبين، يفهم أمورهم النفسية عشان ما تتكرر مأساة المراكانة في عام 1950. وعلى فكرة الأسطورة غاريشا كان مر باختبارات نفسية في هالبطولة واستبعده لأنه ما نجح في الاختبارات النفسية، لكن رجعه. جواو كافاليس قال حق المدرب فيسنتي فيولا، قال له شوف، بيلي لاعب موهوب رائع يخلص لك أي مباراة، لكن مشكلته الأنانية، لازم تغير الخطة عشان بيلي يعطيك أعلى إنتاجية في الملعب. فيسنتي فيولا قال راح أغير خطتي 3-2-3-2، طبعا هذه خطتهم القديمة. قال راح ألعب بنهج 4-2-4 وخلي البرازيل على مدار سنوات تلعب هذا النهج وراح تفوز بكأس العالم. وهذا اللي صار، 4-2-4 وظف بيلي، وبالتالي البرازيل أعطتنا نسخة عظيمة في عام 1958 وغيروا التاريخ من ناحية اللعب ومن ناحية البطولة. النسخة اللي بعدها في عام 1962 لازم نتكلم عن بطل الرواية، بطل القصة، بطل البطولة كلها، لاعب اسمه غاريشا عنده تشوه بقدامه. لاعب قالوا له ان انت مستحيل تمارس كرة القدم، لكن استغل هذا التشوه وصار من اكثر اللاعبين المهاريين في تاريخ كرة القدم. غاريشا كان يوصل مرحلة لما يطوف المدافعين يوقف، ينتظر المدافع يرجع ويطوفه مرة ثانية. غاريشا يعتبر مدمن للكحول بشكل مفرط، ويعتبر زير نساء، فكان عنده مشكلة الانضباطية، ويقال انه تزوج 5 مرات وعنده 14 طفل. هذا الكاتب اللي كتب مسيرته الذاتية. غاريشا مو بس انه غير منضبط، هو تسبب في دهس والده بالسيارة، وايضا والدة زوجته لما كانت معاه بالسيارة تسبب بحادث وموته، فكان غير منضبط، لكن في الملعب كان شيء عظيم. وللعلم في عام 1962 بيلي تعرض لإصابة، فاللي حمل المنتخب البرازيلي وخلاهم ياخذون كأس العالم هو غاريشا، لكن مشكلته كانت عدم الانضباطية، والدليل انه توفى بسبب ادمان للكحول وتليف في الكبد. قبل ان نختم قصة 1962، غاريشا معروف انه هو يراوغ اي لاعب. تدرون منه الشخص او الشيء الوحيد اللي راوغ غاريشا؟ عسكم الله، هو كلب اسود. في عام 1962 في البطولة البرازيل لعبت مع انجلترا، دخل كلب اسود للملعب وراوغ غاريشا وما قدر يمسكه عشان يطلع برا المباراة. الوحيد اللي قدر يصيده لاعب انجليزي اسمه غريفيس، قلد مشية الكلب عزكم الله ومسكه. في عام 1966 البطولة الوحيدة اللي استضافتها انجلترا وفازت فيها، في المباراة النهائية في هدف مشبوه للمنتخب الانجليزي على المنتخب الالماني. اسألوا الحكم الاذربيجاني توفيق بخراموف، قالوا له انت متأكد ان الهدف صحيح ولا وهو على فراش الموت؟ قال انا مو متأكد. طبعا الالمان شنو يقولون؟ يقول هذا الحكم من أذربيجان، يعني تبع الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي كانوا مع انجلترا ضد ألمانيا، فهو متعمد حسب الهدف مع أنه مو متأكد منه، وهذا اللي أكد الحكم صراحة. وللعلم ترى هذا الحكم يعني يعتبر أسطورة في بلاده، مسوي له تمثال وملعب باسمه، شيء يعني خرافي. النسخة اللي بعدها عام 1970، هذه بحد ذاتها قصة لا يمكن للعقل أن يتصورها. في تصفيات كأس العالم ما بين هندوراس والسلفادور، من يروح كأس العالم؟ طبعا هذيل دول موجودين في أمريكا الوسطى وبينهم حدود. السلفادور دولة صغيرة شعبها فقير، فكانوا يسافرون حق الهندوراس عشان يشتغلون. هندوراس كانت أغنى نوعا ما. صارت مباراة كرة قدم وسافرت البعثة السلفادور إلى الهندوراس مباراة الذهب. طبعا أزعجوهم الشعب بالفندق وكسروا الشبابيك وما خلوهم مرتاحين. الهندوراس أصحاب الأرض فازوا على السلفادور بالدقائق الأخيرة، وهني كانت المشكلة. في بنت قاعد طالع منتخب بلادها السلفادور في بلدهم، ما تحملت الخسارة 1-0 بالدقائق الأخيرة، راحت غرفة والدها وخذت المسدس وانتحرت، اللي هي أميليا بولانوس. بالسلفادور صارت ضجة واعتبروها شهيدة، ورئيس الحكومة طلع بجنازتها، وتوعدوا الهندوراس لما تلعبون عندنا الإياب
والله لربيكم بهالعبارة، يعني راح نوريكم ان الدماء مو رخيصة. مباراة الاياب لما اندوراس راحوا السلفادور كسروا الفندق، رموا عليهم ثيران ميت عزكم الله، البيض الفاسد، صار في ضحايا وقتلة، ولعبوا المباراة وفازت السلفادور اصحاب الارض 3-0. مدرب منتخب الهندوراس يقول الحمد لله ان احنا خسرنا، لان لو مو خسرانين ما راح نرجع بلادنا الا واحنا على التوابيت. وقتها ما كان في هدف اللي هو أفضلية الهدف خارج ملعبه، 1-0 3-0، فلعبوا مباراة فاصلة وفازت السلفادور وتأهلت إلى كأس العالم. تتوقعون المشكلة انتهت عند مباراة كرة قدم؟ لا، الحدود ما بين الدولتين تم إغلاقهم وصارت حرب بينهم، صواريخ وقنابل. في كتاب اسمه الحرب في كرة القدم لكاتب بولندي يقول هذه مباراة كرة قدم وانتحار أميليا سببت أزمة ما بين البلدين واعتقالات وسجون وظلم وقتلة، وصل عدد القتلى بسبب هذه المباراة إلى 2000 قتيل. النسخة اللي بعدها 1974 هولندا وألمانيا وصلوا المباراة النهائية. المشكلة أن أديداس ترعى المنتخبين، وكرويف قبل المباراة النهائية موقع مع بوما، فقال حق الاتحاد الهولندي أنا ما راح ألبس تيشيرت المنتخب الهولندي وعليه ماركة أديداس، غيروا لي إياه. الاتحاد الهولندي قال لا يمكن نزعل كرويف، أفضل لاعب في العالم، فكلموا أديداس سووا قميص خاص حق كرويف، فسووا له قميص مو بثلاث خطوط، سووا له قميص بخطين بس لعيون كرويف، وبالتالي لعب المباراة النهائية وهو متبع أديداس. وللعلم في عام 2015 كرويف عنده شركة بيع الملابس، وكان عارض هذا القميص، أديداس رفعوا عليه قضية وقالوا له الغي لأن هذا يمثلنا، وكرويف رد عليهم أن أنتم ما لكم علاقة، هذا خطين مو ثلاث خطوط وراح أبيعه وهذا يذكرني بتاريخي. النسخة اللي بعدها في عام 1978 البطولة في الأرجنتين، والأرجنتين قبلها بسنتين تم السيطرة على البلاد عن طريق الحكم العسكري، مسكهم طاغية اسمه خورخي فيديلا، هذا عبارة عن مجرم ديكتاتور دمر الشعب، فقال حق العسكر اللي عنده شوفوا احنا بنستضيف كأس العالم، ما نبي الدول المستضيفة عندنا او الدول اللي بتزورنا تشوف حال البلاد، فبنى سور عسكم الله عشان يخفي القذارة الموجودة في الشارع، نقل المساجين إلى مناطق نائية، وقال حق لاعبي المنتخب الأرجنتيني إن هذه البطولة لازم تفوزون فيها لأنها سمعة البلاد. ترى عموما أي ديكتاتور، موسوليني، هتلر، فرانكو إسبانيا، حتى فيديلا الأرجنتين، وهم يأخذون كرة القدم كواجهة عشان يشرف البلاد وإنه ترى ناجحين رياضيا ووضعنا مستقر. عموما الأرجنتين لعبت مع فرنسا في كأس العالم، أحد لاعبي المنتخب الفرنسي يقول أنا سامع الحكم يقول حق المدافع باسريلا أرجوك لا تخطئ داخل منطقة 18 لأن المرات القادمة أنا مضطر يعني أحسب ركلة جزاء. شوفوا الخوف والرعب اللي كانوا مسيطر على هذه البطولة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والمفصلية، الأرجنتين تلعب مع البيرو قوية دفاعية وتحتاج أنها تفوز 4-0 عشان تتأهل للدور القادم. الأرجنتين فازت 6-0 في أكبر العمليات أو المباريات المشبوهة. يقال أن فيديلا نفسه القائد العسكري زار منتخب البيرو قبل المباراة، وبعد البطولة أرسل لهم 35,000 طن من القمح، إن البيرو كان تعاني غذائيا، وطيح عليهم من الديون 50 مليون. الأرجنتين طبعا فازت بالبطولة على هولندا، لكن السؤال مهم، كرويف وينه؟ كرويف ليش ما شارك بهالبطولة؟ في 2008 كرويف يقول قبل البطولة كان في محاولة اختطافي، وبالتالي قررت أني أعتزل دوليا وما شارك بهالبطولة لأن عائلتي أهم من كرة القدم، ولا يمكنني أنا أسافر بلاد وألعب كأس عالم تحت النظام العسكري وكان فيها شبهات كثيرة. انزين، احنا وصلنا الختام ل 1978. كتبوا لي في التعليقات هل تبون جزء ثاني ونكمل من عام 1982 الى قطر 2022 تتويج ميسي، ولا تبون مواضيع مختلفة؟ لا تحرمونا. اول شيء من دعواتكم من السبسكرايب واللايك والشير، ونشوفكم على خير.